السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهارده هنقدم لحضراتكم وصفه بديله تستخدم كعلاج لالتهابات المفاصل وخشونه الركبه والنقرس. لكن قبل ما نقدم الحلقه حابين نقول لحضراتكم لا يعتد بالوصفه او بالمعلومات اللي هنقولها كمرجع طبي، وفي حاله القلق منها يرجى اتباع ارشادات الطبيب. وصفتنا سهله جدا، هنستخدم فيها زيت اسمه زيت الفجل. الزيت دوت موجود عند العطار، سعره رخيص جدا، تقريبا العبوة ديت في مصر سعرها حوالي 8 جنيه. بالنسبة للعبوة ديت تكفي الاستعمال لمدة يعني شهر تقريبا. حابب اقول لحضراتكم زيت الفجل دوت هو الزيت اللي بيستخرج من بذور الفجل. بذور الفجل طبعا ممتازة جدا وفوائدها عظيمة، وكنا قلنا لحضراتكم قبل كده اكتر من حلقة ازاي نقدر نستخدم البذور ديت. لكن الاول نقول بالنسبة لي وصفتنا ازاي نقدر نستخدمها. هناخد الزيت دوت، ناخد منه كميه بسيطه على الايد، ونبدا ان احنا نعمل تدليك لمده 5 دقائق بالنسبه للمنطقه المصابه بالالم، سواء كانت الركبه او في المفاصل، او ممكن تستخدم لالام الظهر او النقرس. وصفتنا نقدر ان احنا ندلك لمده 5 دقائق، نعملها مرتين في اليوم. ان شاء الله اول ما نعملها نحس بان الوصفه بتعمل على تسكين الالم، ومع الاستمرار عليها ان شاء الله تحسوا حضراتكم بارتياح شديد في المفاصل والركبه، ولو بنعاني من مشكله النقرس. حابين نقول لحضراتكم ان زيت الفجل دوت ممكن كمان نستخدمه لعلاج تساقط الشعر، وده طبعا بتدليك المنطقه المصابه بالتساقط. الوصفه بتعمل على انبات الشعر من جديد ومنع تساقطه. كمان تستخدم لمرض الثعلبه. الثعلبة طبعا بيبقى عبارة عن تساقط للشعر في منطقة معينة، بيبقى شبيهة بالصلع. لو دهنا المنطقة المصابة بزيت الفجل دوت، ان شاء الله ان الزيت دوت بيمنع يعني تمدد الثعلبة في منطقة اكبر من الراس، وبيعمل على انبات الشعر من جديد في المنطقة المصابة بالثعلبة، وبالتالي القضاء عليها نهائيا. حابب اقول لحضراتكم بالنسبه للفجل فوائده ممتازه جدا، هو من الخضروات الورقيه. حابب اقول لحضراتكم ان القيمه الغذائيه للفجل بتختلف ما بين الراس والاوراق. بالنسبه لراس الفجل والبذور، طبعا البذور ليها فوائد واللي هي بيستخرج منها الزيت، يعني بالنسبه للبذور بيستخرج منها الزيت. اما بالنسبه بقى للراس، راس الفجل تعتبر فقيره في الفيتامينات، لكن بتحتوي على مركبات كربوهيدراتيه مختزنه. اما بالنسبه للاوراق فبتحتوي على مجموعه كبيره من الفيتامينات، اما فيتامين الف وفيتامين ج. اكل الفجل يا جماعه مفيد جدا في تحسين الالوان، الوان الوجه. يعني بالنسبه لي اللي بيعاني من اسمرار في البشره، اكل الفجل بيعمل على تحسين اللون وبالتالي تفتيح لون البشره. اما بصفه عامه للفجل هو مولد للغازات، لكنه بيساعد على الهضم، ويعتبر ملين وطارد للفضلات من المعده، فبالتالي مفيد اكل الفجل للقولون. مدر للبول، وبيعمل على زياده الحليب في صدر السيده المرضع، وهو مدر للطمس. وحابين نقول لحضراتكم بالنسبه لاي ماده مدره للطمس تعتبر يعني لا ينصح للحامل باستخدامها الا بعد الرجوع للطبيبه النسائيه، لان اي شيء مضر للطمس هو يعتبر انقباضي لعضلات الرحم، فبالتالي لو استخدمته السيده الحامل بدون استشاره الطبيب او بافراط في فتره الرحم في فتره الحمل اسفين، ده ممكن يعرضها لحدوث الاجهاض لا قدر الله، بالتالي يفضل الامتناع عنه في فتره الحمل. وإذا حبت إن هي تستعمله يبقى استشارة الطبيبة النسائية شيء آمن جدا وصحي. حابين نقول لحضراتكم إن زيت الفجل ممكن يستخدم لعلاج مشكلة الحصى في المرارة عن طريق شرب من 100 إلى 200 جرام منه. هو كمان مفيد لمرضى البول السكري والاضطراب الكبدي. لكن في نهاية الحلقة حابين نقول لحضراتكم
لا يعتد بالمعلومات اللي بنقولها في الحلقة كمرجع طبي، وفي حالة القلق من المعلومات أو يعني قبل يعني حتى لا ندعو للقلق أو عدمه، يفضل استشارة الطبيب. طبعا ممكن بعض الأشخاص يكونوا مصابين بأمراض مزمنة أو في أدوية بياخدوها قد تتعارض تركيبتها مع المكون اللي بنقدمه، طبعا تركيبة الدواء بيعلمها الطبيب. بالنسبة للحالة المرضية الخاصة بكل شخص يعلمها الطبيب، فاستشارة الطبيب شيء آمن جدا وصحي. وقبل ما نختم الحلقة حابين نقول لحضراتكم إن أكل الفجل مفيد جدا لزيادة القوة الجنسية عند الرجل، دي معلومة يعني حبينا نقولها في نهاية الحلقة. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.